السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أقدم هذه النصائح. نصيحة للإعلاميين، نصيحة للإعلاميين على القنوات الفضائية وعلى الشاشات المرئية عموما وعلى الإذاعات ونحوها. أقول معشر الإعلاميين: إنكم قد تكونون سببا في هداية شخص، وقد تكونون سببا في إضلاله أيضا، وكذلك الصحفيون قد يكونون سببا في هداية شخص وقد يكونون سببا في إضلاله. قد تنشروا خيرا فتثابون عليه، وقد تنشروا شرا فتعاقبون عليه، وقد تكون همة أحدكم فقط الرياء، فحب الظهور يقسم الظهور كما قالوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فيا معشر الإعلاميين، افترض أنكم أصحاب رسالة، رسالة خير، ترشدون الضال، تنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف، هذا الذي يفترض. لكن لا يجوز لكم أن تكونوا من أهل النفاق، لا يجوز لكم أن تأتوا هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لا يجوز لكم أن تكونوا عبادا للمال، لا يجوز لكم ذلك، لا يجوز لكم أن تتحركوا بناء على الأموال. فإن طلب منكم الكذب كذبتم، وإن طلب منكم الصدق صدقتم، لا يجوز لكم هذا. إنما الذي يجوز لكم الذي أن تتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. طلب منكم الصدق تكلموا بالصدق، هذا شيء حسن، لكن إن طلب منكم الكذب لا تتكلموا بالكذب. أذكركم معشر الإعلاميين بأنكم إذا أضللتم شخصا تحملتم إثم إضلاله، وإذا هديتم شخصا لكم من أجر هدايته نصيب. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منامية، في هذه الرؤيا المنامية رأى رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه، وشدقه الآخر إلى قفاه، يعني كلوب في فمه يشق الفم إلى القفا، والكلوب في الفم الناحية الأخرى يشق إلى القفا، يفعل به هكذا دولي كلما التأم عادة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قال: هذا الرجل يصبح يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. عيب عليك أيها الإعلامي أن تكون كذابا، عيب عليك أن تكون من ذوي الوجهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. أيها الإعلامي، لا توافق شخصا من أجل منصبه، لا توافق شخصا من أجل منصبه، فإنك ستحشر فردا يوم القيامة. لا توافق ملكا من أجل ملكه، ولا رئيسا من أجل رئاسته، ولا وزيرا من أجل وزارته، ولا محافظا من أجل كونه محافظ. إنما قل كلمة الحق التي ستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم تلقى الله عز وجل. قل كلمة الحق ولا تخش في الله لومة لائم، وإن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أيها الإعلامي، اذكر أنك ستحاسب على كل كلمة تتكلم بها، وعلى كل حرف كتبته بيدك، وعلى كل ما صنعته في مقولاتك، وستفارق الكبراء، وستفارق الوزراء، وستفارق الملوك والرؤساء، وستأتي ربك فردا. قال تعالى: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. والنبي يقول: من غشنا فليس منا. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.